في لقب أقل من 20 سنة. المباراة كانت رائعة ورقية من حيث الأداء، فالمدرسة كانت المبادرة للهجوم والسلاح كان الكرات الثابتة التي وجدت الحارس بوزياني في التصدي. ردوا أبناء الجنوب كان فعالا، ففي الدقيقة 36 وبتسديدة مباغتة وقوية يتمكن بوزياني عبد الناصر من إعطاء الأفضلية للشبيبة. فرحة لم تدم طويلا، حيث بعد 5 دقائق من ذلك وبهجوم منظم يتمكن أبناء مدينة جديدة من إدراك التعادل برأسية سبيعي وليد الذي لم يخطئ مرمى الحارس بوزياني. في المرحلة الثانية البداية كانت لصالح الجمعية التي بادرت للهجوم وبحثت عن بلوغ مرمى الشبيبة، وإثر هجوم سريع يتمكن البديل بن عبو نصر الدين من إمضاء الهدف الثاني بعدما روغ الحارس وبثقة كبيرة يضع الكرة شباك. وبينما كان اللقاء يسير لصالح أبناء المدرسة جمعية وهران، شوبان فيصل كان له رأي آخر، وبتسديدة قوية لا تصد ولا ترد يدرك التعادل لصالح شبيبة الثورة ويبعث بالحسم إلى ركلات الترجيح أو ركلات الحظ أو الدقة التي كانت فيها الأفضلية لجمعية وهران مفتكة لقب أقل من 20 سنة. الماتش كان صعيب بزاف، نقبلنا شويه فيزيكمو مع فات سيزون وهما شويه فيزيكمو فور علينا. نظن باللي احنا كنا خير منهم في المباراه تكتيكمو وتكنيكمو، وربي وفقنا في ليتور وبيت اللي كانت مليحه ربحت. تعبناش في ضربات ترجيحيه، ادينا مقابله مليحه ونشكر اللاعبين على المجهودات خلال كاع الموسم، وحنا نظن باللي رانا مدرسه جديده النشاه، وان شاء الله نقدموا عروض باش يمتع بها الجمهور ان شاء الله. وشكرا وتحيه للازم على التشويش.